بتكلم في فكرة انه ما تحاولش تقلل من طبعًا. حجم الانجاز، يعني لا ما تقوليش انه الاهلي فريق مش قوي او فريق ضعيف فاز على او حسم المسابقة على فرق مجموعة فرق ضعيفة، لا الحقيقة طبعًا. الاهلي فريق قوي جدا طبعًا. وكان بينافسوا فرق محترمة جدا وقوية جدا أكيد. ولكنه الحقيقة لفرق أكيد. كبير جدا في الامكانيات، وده اللي عايز اتكلم معاك، قدر يحسم البطولة مظبوط، ومش بس يحسم البطولة، احنا بنتكلم على ارقام على كل مستويات كابتن اسامة مظبوط حقق الاهلي. يمكن هنا في الجزئيه دي بقى الاهلي بينافس نفسه، يعني لما اتكلم على اكتر عدد مباريات كلين شيت هلاقي انه الاهلي بيكسر الرقم القياسي او بيحقق رقم قياسي اللي هو كان محاوله قبل كده، اكتر مرات فوز، اكبر عدد من النقاط، اكبر قوه هجوميه او اعلى احسن هجوم، اقل نسبه الارقام بعيده خالص. فاحنا بنتكلم على مجموعه من الانجازات لابد انه الاهلي ياخد حقه فيها طبعا. ومن وجهه نظرك هل الارقام دي تأثر على المواجهة اللي جاية أو يكون ليها مردود في مواجهة نهائي أبطال أفريقيا؟ بص، الأرقام اللي أنت تفضلت قلتها كلها بعيدة جدا. يعني السنة دي زي ما أنت قلت النادي الأهلي بينافس نفسه، يعني ممكن الزمالك مع بيراميدز المقاولين أرقامهم متقاربة، اللي هم من الثاني للثالث الرابع المقارنة ممكن كانت تبقى بينهم. أنا بتكلم على مسابقة الدوري العام، لكن في بالنسبه للنادي الاهلي بعيد جدا. يعني يكفي ان هم مثلا كلهم الزمالك داخل فيه 31 هدف، البيراميدز 34، المقاولين 35، الاهلي داخل فيه 8 اهداف تمام. يعني بعيد خالص. الاهداف اللي احنا جايبينها 71 هدف، هم 50 54 45، برضو بعيد جدا. فكل الارقام في صالح النادي الاهلي، فالنادي الاهلي فعلا السنه دي في الدوري كان بينافس نفسه فعلا.